إذا زوار موقع هيبا بريس، نحن نتواجد أمام مستودع الأموات دق دي طفار. طبيعة الحال الحزن والأسى بادي على محيا أسر الضحايا وكذلك أسر العاملين الذين تم يعني نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس من أجل تلقي إسعافات الضرورية. نذكر زوار موقع هيبا بريس أن الأمر يتعلق بفاجعة استيقظت على إثرها مدينة طنجة صباح اليوم، والتي أدت إلى مسرح 25 عامل حسب الحصيلة الأول الأخيرة بخصوص بلاغ صادر من طرف السلطات المحلية بمدينة طنجة. إذن نحن أمام مستودع الأموات. إذن زوار موقع هيبا بريس، نقول لكم آخر الحصيلة حسب ما توصلنا بها اللحظة من طرف مصادر مطلعة أن الحصيلة ارتفعت إلى 26 يعني 26 طبيعة الحال هي حصيلة مفجعة جدا، هي مأساة حقيقية استيقظت على إثرها مدينة طنجة صباح اليوم. إذن أعيد وأكرر أن الحصيلة ارتفعت حسب مصدر مطلع لحظة إلى 26، بالتالي الحصيلة يعني مرجحة للارتفاع في أي لحظة. الأمر يتعلق كما سبق وأنا أشرت بحادث غرق مجموعة من العمال داخل مصنع أو وحدة صناعية خاصة من نسيج من منطقة مركز الحليب وسط مدينة طنجة. إذا نحن أمام مستودع الأموات دق دي طفار، كما كتشوفوا معايا زوار موقع هيبا بريس أن سيارة إسعاف نقل الموتى لا زالت توافد على مستشفى أو على مستودع الأموات دق دي طفار. إذن أسر الضحايا وكذلك أقاربهم يتوافدون بكثرة على مستودع الأموات دق دي طفار. هناك بعض الأسر التي لا زالت لم تعرف بعض مصير أقاربها وكذلك عائلتها. إذن السلطات كانت قد أصدرت بلاغا رسميا صباح اليوم حدد فيه عدد الضحايا في 24، لتنضاف بعد ذلك ضحية حيث ارتفعت الحصيلة إلى 25، ونحن الآن أمام حصيلة جديدة بعدما أصر لنا مصدر مطلع على أن الأمر يتعلق ب 26 وفاة جراء حادث الغرق الذي شهدته منطقة مركز الحليب صباح اليوم وسط مدينة طنجة، والذي استنفر معه يعني سلطات المدينة ومعها عناصر الوقاية المدنية وجميع التشكيلات الأمنية التي حضرت طبيعة الحال. نقلنا لكم زوار موقع هيبا بريس الصورة أولا بأول من موقع الحادث. إذن هي فاجعة بكل المقاييس، يوم أسود تشهده عاصمة البوغاز الاثنين 8 فبراير
ستبقى شاهدة على فاجعة بكل المقاييس، مصرع 26 شخص كحصيلة أخيرة، كحصيلة جديدة عفوا وليست أخيرة. وبالتالي كما كتشاهدوا معي زوار موقع أبا بريس، أن أسر الضحايا توافدت بكثرة على مستودع الأموات سوق البقر بمدينة طنجة، من أجل معرفة مصير أفراد عائلتهم، وبالتالي كما كتلاحظوا معي أن السلطات الأمنية تقوم بوضع سياجات أمنية من أجل تسهيل مأمورية سيارات الإسعاف على الولوج إلى مستودع الأموات. أعيد وأكرر زوار موقعنا موقع بريس أن الأمر يتعلق بفاجعة ومأساة حقيقية استيقظت على وقعها مدينة طنجة صباح اليوم 2/8 فبراير. الأمر يتعلق بمصرع 26 شخصا حسب آخر حصيلة، 26 شخص من عمال وحدة صناعية مختصة في الخياطة. إذن هي فاجعة كما قلت بكل المقاييس. أسباب هذه الفاجعة طبيعة الحال سيتم تحديدها بعد الانتهاء من التحقيقات التي فتحتها المصالح الأمنية والسلطات المختصة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.